فيكن تقولوا عنا دواء، فيكن تقولوا صيدلية، أنا بقول عنا قنبلة من الفوائد الصحية يلي الله أنعم علينا. بهالبذرة الصغيرة أسرار كتير كبيرة، بتبلش بأهم مضادات الأكسدة يلي بتمنع سرطنة الخلايا والالتهابات بالجسم، الكيرسيتين والميرسيتين. كمان فيها عنصر كتير مهم هو الألياف يلي بتدوب بالمي وبتغذي مستعمرات من بكتيريا الأمعاء الجيدة الميكروبيوم لتكبر وتقوى وتحمي جهازنا المناعي وتحسن مقاومة الإنسولين. ويلي مهتمين بخسارة الوزن، الشيا بتزيد نسبة الجي ال بي 1 يلي هو الهرمون يلي بخفف الشهية وموجود عادة بإبر التخسيس. قبل أي وجبة فيها سكريات خذوا كباية مي مع ملعقة من بذور الشيا لأنها بتبطئ من امتصاص السكر بنسبة 30%. أكثر من السالمون الشيا فيها أوميجا 3، وأكثر من الحليب فيها كالسيوم. خلوها جزء من روتينكم اليومي، وفيكن تعطوا الأولاد يومياً ملعقة صغيرة.